السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على التصريحات الغريبة تاع جدا تاع ماجر، وين شنا الناس يباركوا فيها في الفيسبوك، وقال لك تصريحات قوية، تصريحات تحذيرية للجمال بالماضي. شو وين دارها؟ دارها في التصريحات دارهم. شو كيفاش؟ شوف نهار الأول، نهار اللي قالوا لي باللي جمال باللي ماجر راه رايح يدير التحاليل تاعو في مصر، قلت لكم هدرتها ونزيد نهدرها، قلت لكم راح فماك غادي يبيع، فماك اللي غادي يبيع الجزائر، فماك اللي غادي يبيع الفريق الوطني. حنا حقيقة دوزيام ميطو ماناش ندورو مليح في الدوزيام ميطو أمام تنزانيا، وشلنا ماناش ندورو مليح في الدوزيام ميطو، ماناش ندورو مليح. جاما بالماضي راه على بالو بهذ الحاجة، واللي يعرف البالون مليح راه على بالو الدوزيام ميطو من ديك الستين دقيقة وروح، ماناش ندورو مليح، ماناش ندورو مليح. سبحان الله، نكذبو على نكذبو، ماناش ندورو مليح. بصح هذا ماجر على راه درها في القنوات المصرية، قال لك ماجر يوجه تحذير أخير لي بالماضي، ضرب البرا قاك تاع حمار حشاها بيظهر، تاع حشاها ديريكت البرا دارها لنا والله العظيم. على بالك كيما يقول لك تسمعوش كيما الضحك هذه، انايا نعقلها نادم كان شويه صغير كنت ندخل بالك على 4 تاع الصباح 5 تاع الصباح نسهروا، كنا نسهروا، جارك يشوفك داخل، هو خارج يصلي الفجر وانت داخل، هيا غدوة ان شاء الله يسيبك رابد على بابك صوالح وطلعهم للدار وتمشي مع بابك، يدلك كيما هكا. يقول له محمد البارح، يقول له احمد شتو داخل على 4 تاع الصباح، هذيش كيما الضحك. ماجر كيما هاك شكمنا بشكيمة الضحك، ضربنا بشكيمة الضحك. بالكو ما تروحوش الدوزيام على بالك، شايقول لك هكا، شا قال غينيا كيما كي شايقول غينيا، شدوا 45 دقيقة الأولى، شدوا ربع ساعة الأولى تاع الدوزيام ميطو، ومن بعد عطونا الحس. كيما كيما كيهدر كيما هكا، والله لا يهدرها كيما هكا. أنا ما نأمنش فيهم، ليهد داره عمرو لا يعاود يبنيها، ليها الدارة عمرو لي يعاود يبنيها. هادو هدو الجزائر كي بغيتو يعاودو يبنوها، كي بغيت يبغيها هذا صحابو قارم في الحبس، كي بغيت انت يبغي لي كيما والله ما يبغيها. كنا ملاح سي محمد وهدوها، جا اليوم بيعطيني انايا بيعطيني الاخر، لا انا تكره بويي مات، كانوا شعمل واحد كان معادي بويي، انا معاديهم فانيك، كنت تكره بويي، انا ولدو كرهني معاه، اكرهني ديرني كي والو كرهني، انا ولده، انا ولد ذاك اللي كنت معاديه، اقعد كارهني حتى تموت ما تهدرش معايا. تكره بويي اكرهني معاه، ما تبغينيش يكرهني خير، خاطر غادي ما نبغيكش، غادي تجي تقول لي فوت على الزنقه هذه، انا غادي نفوت على الزنقه، خاطر بويي راه موصيني عليك، خاطر بويا موصيني عليك، كي تقول لي فوت على لا دروات انا غادي نفوت على لا كوش، لا بغات كاين النار غادي نفوت، خاطر نجي رابح، خاطر ندير الراي تاع بويي، ما نديرش رايك نتايا. تيد اليوم بغيت تعطينا راي بلي حرزوا روحكم لازم، اوه راك مليح اليوم، راك مليح ماجر، شكي راك مليح. وين ساعة أسطورة صاحب الشعر الذهبي لتوجيه نصيحة، شو يقول لك نصيحة ثمينة للمنتخب للناخب الوطني جمال بالماضي قبل مواجهة دور الثمن النهائي للكان. قول كي صار يا تعقلوا، نعقلوا لهم مليح ما ننساهمش، علاه نقول لكم بلي ودي هذو ما ننساهمش، هذا زتشي، هذا ماجر، هذا مي بغاو يحطموا ليكيب ناسيونال، وين راح لتونس، راح ولا يدور في لافريك باش يحطموا ليكيب ناسيونال. وين زاد نعقلوا بالشيخ، يعني عقل يهدر مع لونترينر هذاك الملول ونوع كيسموه هذاك تاعهم هذاك، نعقل له مليح 2017 بين يلعبوا لتونس يهدر مليح، وهذاك جابوه، علاه جابوه؟ قال لهم الجزائر، قال لهم الغلطه الكبيره كي تجيب من فرنسا،
هذا ولا هنا فرحان لا يكون شهدر وعنده الحق داروه بلي عنده الحق وها شهدر واش قال كانوا طايقين كان حداد حاميهم وكان الهامل وكان كاع الناس كانت حاميتهم وربي راه يخلص هنايا ويش ناهم هذو الناس هذا قال له لو كان غدوة إن شاء الله تقلبوا لنا محرز إبراهيمي تونس غادي تروح تربحنا أي مشي أنا هدرتها هدرها المساعد المدرب تاع نيجيريا قال لهم نشكر الإعلام قنوات الجزائرية عطاونا نصائح عطاونا نقاط ضعيفة نقطة القوة ونقطة الضعف تاع الفريق تاعهم كيما قالها ما تعقلوش السيد الحاج محمد راهو روامي قال لهم يا ودي راكم تهدروا راكم تعطوا كاع الاخبار تاع ليكيب ناسيونال قال لكم سكتوا ما بغيتوش تسكتوا بالعاني هاكا نمدوا زيتي غي سناولا بالقرويره مبليسي غلام راه مبليسي العب على زيتي ماركي يا ودي داروا فينا تير من بعد يجي يهدر يقول لك بلي انا نمد في نصيحه ثمينه للجماعة بالماضي نتايا جماعة بالماضي مشى مأمن كاع فيكم بيوريكم كي راه يدرب وكي راه يدير الخطه مشى مأمن كاع فيكم ما راه مأمن في تا واحد انا على بالي بلي جماعة بالماضي ما راه مأمن لا في صحافه ما راه مأمن في تا واحد الجروب اللي مع هذوك هذاك كيما امير لابدي وكلش اللي راهم قاعدين هذوك مشي مأمن فيهم زاتشي مشي مأمن فيه اي باش نقول لكم هادشي يبيعوها نورمال هادو كانوا بايعين بايعين اتحادية كاملة سبور تاع الجزائر كانوا بايعينو البلاكار أول دولة أول اتحادية في العالم لي فوطات لي عطات باش عطات باش يقلعو قانون باهاماس الاتحادية الجزائرية أول وحدة في الجزائرية الأولى وين دارت جات ضد قانون باهاماس كيفاش اليوم نروحو نأمنو فيكم حنايا وين أصر صاحب الشعر الذهبي على ضرورة تفادي توجه للوقت الإضافي خاصة في الشوط الثاني ربع ساعة الأخيرة في الشوط الثاني من قال لهم حرزوا رواحكم خاطش عليه غينيا لتفادي غينيا لأن مفاجآت غير سارة وين الأفارقة يلعبوا بقوة بدنية كبيرة وغينيا تلعب ولازم حنايا خاطش عليه القوة البدنية تاعنا ناقصة وما نشدوش ويصرالنا كيما المغرب ويصرالنا من المغرب كتلة المغرب ما بغاش تدخل المغرب دق دق البنين 120 دقيقة يجرو في التيران راك حاسب نتايا ولا راك حاسب تاوعك ولا راك حاسب بوخشوش تاعك ولا مالك وأكد صاحب الشعر الذهبي بأن الأفارقة أقوياء غينيا أقوياء بدنيا والذهاب للوقت الإضافي أو ربع ساعة الأخيرة لن يخدم الخضر وسوف تكون الكارثة يحوس على الكارثة يحوس على الدم وطلب خريج مدرسة البلاطويت من محاربي الصحراء تقديم الافضل من اجل التجاوز الافضل في الشوط الاول لان الشوط ياكد عليه قال لهم خاطش على الشوط الثاني خاصه بامينيت التاليه المستوى تاعنا راه يتراجع واه عندنا مستوى شويه راهي بصح انت شداك تهدرها لازم تفيق وشوف يضربها الدور يزربخها هاكا شتي لا يزربخها تعرفوا الكلمة تاع يزربخها يزربخ يلعب كيما يبغي انا نهار اللي شتك روحت يا ماجر روحت القناة تاع تاع مصر عرفتك بلي روحت فماك باش تبيع الجزائر انت شدك تهدر تقول لهم بلي فامينيت التالية ولازم نربحو ولازم تما عباك شنو يقول غينيا يقول لهم هاك شدوا الشوط الأول 0-0 الشوط الثاني شدوا غير بوح ساعة وكما صح هو كيما كراسه يوصلها بطريقه غير مباشره لازم تفهمونا يا هذو هرسوا الدار هذو كي غادي كي يقبل لك انت تبني موراه هذا هرسها هذا مي كان يدير معك لو شانتي اي ليجونس والله انا جد الله يجعل ما تخرج كاع من ليجونس تاعي كاع تاعك شانتي اون ليجونس لو شانتي اي ليجونس لو شانتي اي عشت الراس الاخضر دق فينا
وين طلب خريج مدرسة البلاطوات من محاربي الصحراء تقديم الأفضل في الشوط الأول، لأن الشوط الثاني نتراجع في المستوى، وهذه والصعب المرور للدور القادم من المنافسة. شو كيفاش يضربها؟ لازم تفيقوا جماعة، هذا نورمال، مو هذا نورمال مو. وين ما تقل به تعلو لسانه، تخليش طوم يهدرش. هادشي هذا اللي يهدرها وصل رسالة لغينيا بطريقة غير مباشرة، وتحية الجزائر، واللي بيفهمنا يفهمنا، واللي ما يفهمش أو نشا بيدير صحيتو.